كابتن، عايز اسال حضرتك، شفت ازاي برضو تصريح المعز علي لاعب فريق الحيل لما قال انه احنا ادينا النادي الاهلي اكبر من حجمه؟ ده كان تصريحه بعد المباراه. لا، هو يعني المعز علي ما كانش موفق في التصريح ده، يمكن تصريح برضو هم عشان خسروا حالتهم المعنويه وحشه، مش عارفين يقولوا ايه. يمكن هو خانوا التعبير، وخانوا التعبير في التعبير عن وجهه نظره. النادي الاهلي طبعا فرقه كبيره، واي فرقه بتخسر من، يعني لو التوقعات من قبل الماتش كانت دايما رايحه في سكه النادي الاهلي. حتى بالنسبه للاخوه القطريين او المشجعين القطريين كانوا النسبه الاكبر كانت في فوز النادي الاهلي. يمكن هو بعد الخساره كان عايز، يعني خانوا التعبير. ويمكن برضو يعني المعز كان من سنين فاتت كان مستواه احسن من دلوقتي بكتير. يمكن انا فوجئت هو لعب الشوط الثاني، فوجئت بالمستوى المتواضع اللي هو كان عليه. فيمكن الكلام اللي هو كان قاله بيساوي المستوى اللي هو ظهر بيه من خلال الشوط الثاني، المستوى المتواضع اللي هو ظهر بيه من خلال الشوط الثاني في مباراه الاهلي. النادي الاهلي فريق كبير، والنادي الاهلي احسن فريق في افريقيا واقوى فريق في افريقيا، وباذن الله اللي جاي احسن. يعني اللي جاي ممكن باذن الله لعيبه النادي الاهلي وجهازهم الفني ومجلس ادارته زي ما قلت لك بقياده طبعا الكابتن محمود، الكابتن أكيد. الكبير كابتن محمود الخطيب، باذن الله هيقدموا لنا حاجات كويسه وحاجات احنا ممكن ما نتوقعهاش باذن الله. وانا متفائل بالمباراه اللي جايه. حاسس ان في تفاؤل كبير في كلام جداً. حضرتك انا متفائل جدا طبعا. في يعني فرقه بايرن ميونخ طبعا من اقوى الفرق على مستوى العالم، ولكن كره القدم برضو علمتنا ان مفيش حاجه مستحيله. شخصية الأهلي، أنا نفسي لعيبة النادي الأهلي الماتش اللي جاي يكون عندهم ثقة في نفسهم بشكل كبير جدا، لأن الضغوط راحت من عليهم. يعني هم بيلعبوا عشان يمتعوا نفسيهم ويحاولوا يثبتوا لنفسهم، ولازم يصدقوا نفسهم إن هم يقدروا يعملوا حاجة قدام بايرن ميونخ. يعني دي نقطة مهمة جدا. صح. من قبل الماتش لازم هم يكونوا مقتنعين إن هم عندهم الإمكانيات. صح. إن هم يقدروا يأدوا بشكل كويس، وممكن بإذن الله يعملوا نتيجة كويسة.